فقرة صحتك في صحنك هذاك علاش بحذنا أخصائية التغذية سلمى بالقاضي. مرحبا بك سلمى. يعيشك. مرحبا بك فاطمة. يعيشك. ألوغ اليوم موضوعنا ياسر مهم اللي هو فقر الدم، ولكن اليوم باش نتعرفوا على أنواع فقر الدم وأنه باش تفسر لنا بعد مدام سلمى كيفاش أنه مش الفقر الدم الكل نجموا نداويه ولا نعالجوه بالأغذية هكا ولا. هنا ذولي نحكيوا على أنواع فقر الدم. اي بانواع فقر الدم فما الوقت فما فقر الدم الاكثر شيوعا معناتها المنتشر اكثر معناتها في العالم اللي هو مرتبط بالتغذيه به هذاك المعروف. فما الانواع الاخرين اللي هو ناتج عن الامراض المزمنه وفما فقر الدم الوراثي معناتها دي لا نيسونس نلقاو سورتو عند الصغيرات. الصغيرات نلقاو عندهم مشكله في فقر الدم وقت اللي هات ناخذوا دي ديتاي عليهم الاسباب هذوما والانواع هذوما. ساعة كيفاش نجم نعرف روحي اللي انا عندي فقر دم مرتبط بحاجه فيهم معناتها مش كان تغذيه فهمت؟ اي بيان سور. شو هو فقر الدم عنده اعراضه. اما الاعراض هذه راهو مش العباد الكل توصل لها خاطر كان وصلنا للاعراض سيكو سيتواسيون ولات غراف شويه. فما نجم يكون عندي فقر الدم عندي عرض خفيف اللي هو اكثر عرض نجم نلاحظوه اللي هو شحوب اللون الجليده. معناتها تلقى وجهك صفار شويه يدك صفارت شويه دونك تبدا تشك. الى وصلنا للاعراض البوسيه الكبار هذوما كيما جونغ الصداع الدوخه الفشله قله التركيز ومعناتها الصداع معناتها الاكثر يحس روحه فما اوجاع داخليه وقتها يولي يشك ويمشي يعمل تحاليل ويشوف. فهمتك. نرجو احنا الانواع نتاع فقر الدم معناها توا تقولي انت فقر دم وراثي دونك احنا باش نلقاوه عند الصغيرات. الصغير مش باش يقول لك راسي وجعني مش باش يقول لك حاجه كيفاش تفيقوا به اللي هو عنده مشكله هكا. هو يعطيك صحه سؤال كيسر به ديما الصغيرات اللي عندهم فقر دم الوراثي اللي هو اصعب واخطر واحد فيهم الكل تجيه الدوخه. دونك الام تلقى ولدها سي بون وجهه صفار وداخ وقتها كي تعمل التحاليل تفيق اللي عنده فقر الدم وكي يزيدوا يدقوا اكثر في التحاليل يشوفوا في الاناليز نتاعهم الفورم نتاع الجلوبول روج. دونك يلقاوها ديفورمي معناتها مشوهه نوعا ما من جاليه فما في الوراثي فما ثلاثه انواع فما الثلاسيميا فما فقر الدم المنجلي وفما الانحلالي. فهمت. دونك هو سي تري امبورطون دو فوار السيتواسيون نتاعو هما ثلاثه وراثيين اما فانا سيتواسيون وكل وحده وعلاجها معناتها مش نفس العلاج وما تدخلش العلاج نتاعها بالتغذيه ولا تدخل ساعات التغذيه. به هو شو بالنسبه للوراثي فما مثلا فقر الدم شو اسمه الانحلالي دونك عنده تاثير صغير بالتغذيه. اش معناتها نفسروا الانحلالي هو شنو هو سي تو مالادي اوتو ايمون. اش معناتها معناتها جسم الانسان يصنع مضادات تتاكي معناتها تقاوم الكريات الحمراء. باه احنا كيفاش نقولوا تقاوم في الكريات الحمراء هما الكريات الحمراء في جسم الانسان عندهم دوغي دفي دونك يتصنعوا الكريات الحمراء في جسمنا اترافيغ لاموال اوسوز نخاع العظم هذا اللي يصنع هو الكريات الحمراء باش لاموال اوسوز تصنع الكريات الحمراء تستحق حاجتين مهمين هما لي فيتامين بي 9 والبي 12 والفيغ. دونك كان هي اون مونك دو نوتريمون اللي هذوما باش تصنع الكريات الحمراء بكونتيتي قليله. دونك يتيح في الكا هذايا البليد شويه دونك الانحلالي. دونك شنو يصير تلقى نسبه الصنع خاطر هي كما قلنا الكريات الحمراء تعيش 120 يوم دونك يبدا فما الانحلالي هذايا تعيش اقل تعيش اقل اولا ونسبه الصنع اقل من نسبه التدمير يعطيك الحاجه نتاع الصغير. فوالا دونك شنو نقولوا في الحاله هذه باسكو فما ديزيكيليبر معناتها المعادله ماهيش مش اللي تنحى هو اللي تصنع. دونك نقولوا كي نعاونوا شويه بال المكملات فوالا المكملات الغذائيه وماكله صحيه دونك نجموا نريكوبيريو شويه بلوز موان الكونتيتي. اما يقعد ديما معناتها لازم والمنجلي وغيره الامراض هذوما الوراثيه ما فيهمش حل هذوما فقر الدم المنجلي ساعات نجموا نعملوا زراعه نخاع العظم كاريمون دونك باش يعطي دي فورم جدد قرصي معناتها الجلوبول روج تكون سو فورم دو قرص مش كيما المنجل فوالا والثلاسيميا ماهوش منجل اما مشوه كي المربع فوالا كي ابلاتي شويه معناتها ماهوش قرص عادي. معناتها الاطباء هما اللي يلقاو هما اللي هما قول لنا اللي مرضى فقر الدم بالطريقه هذه كل حلول نتاعهم مش غذائيه 100% هي مرضيه عند اطباء مختصين ولا نقل الدم ولا ولا نقل الدم الله يشفيهم. حكينا على النوع الثاني اللي هو الأمراض المزمنة اللي هو الامراض المزمنه فما اكثر جماعه مساكن اللي يتعرضوا له اللي هما المراه اون جينيرال دونك يا اما لو سينيومون تلقاها تجيها الدوره الشهريه نتاعها قويه شهريه قويه قويه معناتها وتغدرها مش ديما ديما اما ساعات تصير لها سينيومون غراف دونك لي ريغل ابوندونت وفما الكاثيني الفيبروم معناتها لطف عليها تبدا عندها الاورام الليفيه الرحميه دونك الفيبروم يعمل دي سينيومون تري غراف مسكينه تولي تفقد كونتيتي كبيره كبيره من الدم وتيح في فقر الدم.
به، هذا بالنسبه للمراه. فما اللي قالوا خلين فما المرضى مساكن اللي عندهم نقص في الصفيحات الدمويه، دونك يتسلهم سينيومون ولا ايموراجي، يبيرد بوكو ترو دو كونتيتي من الدم على خاطر ما يلحمش فيه ساعه الدم ما يتخثرش، دونك الكونتيتي تكون ياسر انورم، دونك يتيح كيف كيف في فقر الدم. هذو ما زوز ينجموا يتصلحوا بالتغذيه، معناتها ماهمش ينجموا يصلحوا بالتغذيه، هذو مش ادويه بارك، ماهمش ادويه بارك. فوالا به. فما الكال الاخر اللي عافانا الله مرض السرطان، دونك المرض السرطان في ستاد بوسي شويه، دونك يولي يعمل بوكو دو ديموراجي ريبيتيتيف، معناتها يتعاود برشا مرات. وفما زاد في حاله التهاب المفاصل، دونك التهاب المفاصل دونك تعلى المناعه في جسم الانسان باش يقاوم الالتهاب، دونك يعمل قطع الشهيه، دونك الباسيون يولي ما عادش ياكل ولا عنده مشكله في الدم. فوالا. وفما الكا الاخرين هذايا بون نلقاوه جينيرالمون عند الجميع اللي عملوا دياليز اللي عندهم فشل الكلى. دونك الكلاوي كي زاد كيف كيف ما تقومش بخدمتها كوم يلو فو، دونك كيف كيف يصير المشاكل. وفما عندهم نزيف في المعده اللي يتشاف الزاد هذاك يزيد يعمل فقر الدم. يعطيك صحة صحيح، كيبدا عندنا لولسيغ غاسترو انتستينال، دونك يصير نزيف كيف كيف يلقى روحه في السينيومون، يبيغ ترو دو كونتيتي دو سون، دونك يولي لازم يريكوبيريها بالتغذيه. بالتغذيه، معناتها احنا تو دخلنا الفاز نتاع التغذيه اللي نعالجوا فقر الدم بالتغذيه. به لهنا نحكيو على التغذيه، شنو الماكله اللي نجم انا تعاوني باش نجم يكون عندي الحديد نتاعي صحيح؟ تري بيان، احنا التغذيه هي اليله ديما تعاون وعمرها ما تكون ضد، معناتها سي تري بيان. فما مشكله هوني، فما فقر الدم الحاد وفما فقر الدم الخفيف. كانوا فقر الدم في الدم الحاد باش ناكلوا صحي سي فغي كوتي الحديد خاصه الحديد والفيتامين بي 9 والبي 12. اما انا كان انا في الفقر الدم الحاد، اش معناتها؟ معناتها نسبه الهيموغلوبين اقل من 7. دونك قبل ما ندخل للتغذيه لازم نيش كومونس باغ لي كومبليمون اليمونتيغ، نطلع السوي شويه يقرب لل 12 معناتها. يعطيهم الطبيب ويعطيهم الاخصائي مكملات غذائيه، يعطيهمش دي ميديكامون، معناتها مكمل التغذيه، نجم يعطيهم النوتريسيونيست معناتها اخصائي التغذيه، ولا يعطيهم لك الطبيب كاريمون كيعمل لك البيلون. دونك في الحاله هذه اي كومونس باغ لي كومبليمون اليمونتيغ خاطر حاد الانيمي نتاعو، دونك يبدا بلي كومبليمون بعد يكمل بالتغذيه اللي هي المكمله. كي تبدا ماهوش حاد معناتها فقر الدم يبدا جوست خفيف، دونك ينجم ياخذ جوست اليمونتاسيون تري ريش اون فير معناتها فيها الحديد وفيتامين بي 9 والبي 6، دونك وان شاء الله بقدر تربي لاباس معناتها. وشكون يحدد لي انا طايح مش طايح؟ تحليل الدم. التحليل هو ديما ناخذوا لنا فيس كهو، معناها هو كهو هذاك اللي باش مش هذاك كهو هو الاكثر اكثر المرضى اللي يجوني عاملين تحليل لنفس يسخيلوا سيبو ما عندهمش فقر الدم. وين يقلقني فقر الدم؟ خاطر يعمل بلوكاج غريسو كي بدا عندنا فقر الدم. دونك شنو نعملوا؟ نقول لهم باهي انتم عملتوا لنفس باش نزيد نعطيكم تحاليل اخرين، نشوفوا لنفس ونشوفوا الفيتامين بي 12 البي 9 ونشوفوا الفيريتين اللي هي اهم وحده فيهم الكل، مخزون الحديد. دونك ينجم يكون عندي ليموغلوبين مريقله والجلوبول روج مريقلين، لي فيتامين مريقلين، والمشكله في الفيريتين نقص شو اسمه معناتها مخزون الحديد هو اللي طايح. دونك لازم نشوفوهم الكل هذو، اي مش جوست نعمل نفس ونقول انا لبس عليه غدا فوالا. العباد يقول لك عندي اعراض نتاع انا ندوخ وانا شهيتي ناقصه وندرجه نمشي نعمل نفس باهين، دونك انا ما عنديش نقص حديد. اوكي نعرفوا شنو هما التحاليل اللي لازمك تعملهم بالضبط. شنو هما الماكله ممكن اللي تخليني مخزون الحديد نتاعي ولا الحديد نتاعي يكون معدل في البدن؟ اي صحيح، الماكله الاكثريه هو سبحان الله فما حكمه انه مشكله فقر الدم لازم نلقاو الحديد والفيتامين بي 12 والبي 9. فما حكمه سبحان الله، الماكله اللي فيها الحديد فيها اوسي البي 6 والبي 9 مقترنين ببعضهم بي 9 والبي 12. اول كاتيجوري هما اللحوم الحمراء. باهي. ثاني كاتيجوري نلقاو ماكولات البحر لي فخوي دماغ معناتها الكروفيت شوفغيت الدنيا هذيك الكل. عندنا ثالث كاتيجوري تري امبورتون اللي هما البقوليات، العدس الحمص الفول اللوبيا كدبي باش احنا نسميوهم. اوسي عندنا زاده الشامبينيون، دونك هذاك الشامبينيون ياسر باهي تغير جون بروتين وفيه لي فيتامين. عندنا في الخضر سورتو الخضر الورقية خاصة السبناخ. السبناخ فوالا، أباغ السبناخ نلقاو السلق والكلافز وكوشين، أما أباغ الورقية فما البروكولي. مش البروكلو الأبيض، الأخضر. الأخضر هذاك أقوى واحد فيهم الكل في لي شو الكل. وعندنا أوسي الحمد لله رسول الله الفواكه الجافة ياسر طيارة في الغلال، عندنا الموز وعندنا العنب المجفف. لمن استطاع اليه سبيل عاد الموز عاد ما عادش تحط ناخذ في دماغي هذول ارخص من الموز ولا تمام الموز مامي. دونك عندنا الموز، فما العنب المجفف اللي هو الزبيب فوالا، وفما زاد التمر. هايل. توا الماكله اللي تحكي لي فيها انت
نقول انا تسبب امراض اخرى. طلع لي في الحديد اوكي، اما تنجم تعملي النقرس. احنا حكينا الجمعه اللي فاتت على النقرس، ممنوع اليوم العباد ذوما اللي عندهم النقرس ياكلوا الماكله هذه؟ ولا مالوغوزمون الماكله اللي تمشي ياسر باهية مع فقر الدم متعارضه كومبليتمون مع النقرس. اها دونك كيفاش نعملوا؟ شنو نعملوا؟ نبعدوا على الماكله اللي تنجم تهيج لنا لي كريز نتاع النقرس، وناخذوا لي كومبليمون اليمونتير اللي فيهم كان الفيغ ولي فيتامين اللي انا حاجتي بهم. خاطر انا كي باش ناكل بزيد من الماكله اللي فيها الحديد، النجم اول حاجه نهيج الكريز نتاع النقرس، والنجم زاد بوغ العباد الاخرين اللي اون ديابيزيتي اون اوبيزيتي دو 3 معناتها اللي في سمنه قاتله معناتها مفرطه فوالا، هذوما يبدا ديجا عندهم الكوليسترول عالي ونجم عندهم كبده مشحمه عندهم فقر دم راه وعنده زاده فقر الدم خاطر سوء تغذيه هذيك تسمى فوالا. في الحاله هذه دونك هو باش يعمل اكسيم تاع تمر وزبيب وكل حكيت والموز وعنده ديجا كبده مشحمه ولا عنده كوليسترول طالع كيف كيف نطيحوا في مشاكل غراف. دونك دون سكالا نمشيو لي كومبليمون اليمونتير، دونك ما فماش مواد دسمه دودون، ما فماش كوليسترول، عندنا كل لي نوتريمون نصلحوا فقر الدم من غير ما نعملوا مشاكل صحيه. فهمتك. حتى جماعه الديابيت زاده مدام حتى اي جماعه الديابيت ياخذوا لي كومبليمون اليمونتير، بالعكس يعاونهم خير باش ما تصيرش لا هايبرغليسيميا. هذا هو معنى احنا الماكله اوكي، اما هكا لي كومبليمون اليمونتير ولو ينجموا يعوضوا، اما بريفيرونس ناخذوهم من الفارماسي من بارا فارماسي كل حاجه معناها ديكلاري وكل شيء. حاجه صغيره باش نقولها كونسيرنون لي كومبليمون اليمونتير، خاطر هما ماهمش اوتوريزي من عند الطبيب ينجم ياخذهم اثناء عندي مكملات. صحيتك هذا علاش هوني ردوا بالنا بالنسبه للعباد اللي ياخذوا لي كومبليمون اليمونتير من عند من ريوسهم، معناتها مش يسالوا اخصائي، راهو لي كومبليمون اليمونتير ينجموا يعملوا كونستيباسيون، ينجموا يعملوا الامساك. لو كان باسيون عنده القولون العصبي ولا عنده مشاكل في الامساك وياخذ لي كومبليمون اليمونتير نتاع الحديد، راه ينجم يزيد يعكر له حالته اذا كان عنده قولون مثلا ولا حاجه. دو بريفيرونس يعمل دي بريباراسيون معناتها في الدار، زيت زيتونه وحاجه باش يسهل شويه الكولون معناتها يسهل الامساك، ومن بعد يستشير طبيب يعطي في لي كومبليمون اليمونتير اقل واحد يعمل مثلا اضرار نتاع امساك. فهمتك. هذه يطبق على الصغيرات زيدا، خاطر فما صغيرات عندهم فقر الدم او ميم تو مثلا تلقاه مثلا بصحته ولا عنده السكري ولا اللي تحب. اي بيان سور ديما احنا بالنسبه لي زونفون احنا ديما اون برون لي زونفون ا بارتير دو 10 ans. خاطر لونفون يولي ينجم يحكي معاك ويفهم اقل من 10 ans عند البيدياتر، دونك البيدياتر تشوف الكروسونس نتاعو تشوف اسكو سي نورمال ولا وي، تعطي لي كومبليمون كان هو يحتاج كومبليمون، تعطي هي لي كومبليمون كان تشك في حاجه تعمل له بيلون سونغان وتشوف شنو هي المرضى، خاطر احنا مانيش مختصين في الامراض دونك ما نجموش نعطيو دي ميديكامون، نعطيو اونيكمون لي كومبليمون اليمونتير. هذا هو حتى الكومبليمون اليمونتير يلزم ماذا بينا عند طبيب سيرتو اذا كان نحكيو على الصغيرات. فوالا ميرسي بوكو مدام بيان سور سلمى بالقاضي اخصائيه في التغذيه، يعطيك الصحه ديما معلوماتك محليهم. خلينا نخرج فاصل ونواصلوا بعد شويه. في الموسم الجديد برنامج الميديكال يخمم على صحتك، كان عندك مشكل صحي خليك تعاني من برشا صعوبات في حياتك، في برنامج الميديكال صحتك تهمنا. ما عليك كان تتصل بينا على الرقم 27 27 61 85، وإلا تبعث لنا مشكلتك الصحية على رقم الواتساب متاعنا 27 27 61 85.